جابر من المنيا. يا استاذ جابر اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. اخيرا 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 سمعنا صوت حضرتك. ده احنا اللي يسعدنا يا عم جابر. الله يبارك لك. بص يا استاذ وائل، صلى على النبي صلى الله عليه. عليه الصلاه والسلام. يعني انا راي كبير، 61 سنه وقبل حضرتك. انا من الناس اللي اضيله من المسلسلات ومن المتابعه. انا كان معايا واحده 20 سنه عاشره. ماشي. اوعى تكون طلقتها يا عم جابر. عملت ايه؟ نعم. اوعى تكون طلقتها. طلقتها. عملت ايه؟ طلقتها بعد ما خدوا كل ورايا واللي قدامي، واكتشفت اخيرا انها بتمثل دور زهره. طب المشكله يعني انت يعني هي خدت دور زهره فعلا ولا؟ اقسم بالله، انا بقسم لك بالله. يعني هي طبقت اللي عملته زهره بالظبط؟ بالظبط. هو 3 مليون جنيه في 3 سنين، يعني 20 سنه 100 100. وبعد ما اتفرجت على المسلسل كل سنه طيب. طب وانت كنت فين؟ كنت بحب. طب احنا بنعمل لك ايه؟ لا، ايه اللي يخلينا اقول يا عم جابر انها خدت من المسلسل؟ هي قالت لك كده؟ قالت لك انا شفت زهرة عملت ايه وعملت زيها؟ اللي حكته للناس. حكته للناس. شافت نفسها سيدة اعمال. يعني قالت للناس ده انا عملت زي غادة عبد الرازق في زهرة يعني. بالظبط. ولا عايز اقوله في النقطه دي بقى السؤال. الاساتذه اللي فاضل اللي عندك، واخبار حضرتك، ممكن ما يكونوش مقصودين بالكلام. يعني ناس غيرهم، انا اعرف الاستاذ مجدي صابر والناس بتعمل اعمال كويس، لكن في الاستاذ التاني بيقول لك، يعني انا بتفق جدا مع الدكتور عبد المنعم ومع الاستاذ الدكتور سمير صبري في مكافحه الدواء. وبعدين هو بيقول لك، او الاستاذ المخرج قبليها بيقول لك ان ده من الشارع، والبلطجه اللي موجوده في الشارع. طب انت البلطجه في الحي في 10 بلطجيه مثلا، تعمل لهم انت عمل عشان يبقوا 100؟ ولا المفروض بحد من ده؟ القيم 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 يا استاذ وائل، الدين. وبعدين كلام مظبوط. يعني يسال الناس اللي جاهله دي بتحافظ على مصالحها، على الملايين اللي بتكسبها. والمفروض اي حد بيطلع على الفضائيات السؤال دي المفروض يبقى. طب انا اقول لك على حاجه اللي لازم حصلت، والله العظيم والله العظيم ده حصل. انا ربنا عوض عليا وخلف عليا وجيت 100 100، واتجوزت واحده من عندكم من القاهره من الجيزه، واخد بال حضرتك؟ فبعمل فطره في رمضان، وجبه نواشف وفرخه بوزعها يوم الوقفه. انا قاعدين انا وعثمان بن عبي، ولقيتك انت في اول الحلقه بتدعي الناس ان تعمل المواد وتعمل بتاع. تصدق بالله؟ والله العظيم قررت اعمل الضحك بعد ما سمعتك اول الليل. يعني انا قاعدين بنتفرج عليك وبنعبي الاكياس بنجهز، سمعت كلامك في اول الليل، قررت رحت جايب النوته ورحت عامل ضحك في اللي انا هعمله كل سنه. والله بشكرك، واحنا بنعتز بان دعوتنا يعني تجد يعني قبولا كده بالشكل ده عند البعض، لانه رمضان هذا العام تحديدا المشاكل الاجتماعيه والمعيشيه والارتفاع الاسعار والغلاء كبير، وبالتالي كل اللي يستطيع انه يعمل حتى لو حته مائده رحمن، لو ترابيزه واحده او اثنين او ثلاثه او خمسه، او يعمل شنط رمضان، فكويس انك استجبت والله يا عم جاب. بقول لك انا بعد ما سمعت، والله قاعدين بنعبي، والله العظيم صدقني فيك الخير، والله العظيم احنا قاعدين بنعبي الشنط، والله يبقى زي ما بكلمك، احنا قاعدين بنسمع اول الحلقه وبنعبي. قلت له هات الكراسه، رحت كاتب تاني طلبات اجيبها بكره بضاعه عشان اعمل ضعف اللي انا بعمله.